Nombor apa? Nombor tiga. Nombor tiga. Baik, kita akan mulakan. Sila baca surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Soalan pertama. Sila ulang dan teruskan bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada. Sila ulang dan teruskan bacaan saya. Ustaz, boleh ulang balik tak? Boleh ulang balik? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به هبا ونباتا وجنات ألفافا. صدق الله العظيم. Soalan kedua. Sila sambung dan teruskan bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Sila sambung dan teruskan bacaan saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا سيقولها سكال لكي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. Astagfirullahaladzim. Baik, soalan ketiga. Sila ulang dan teruskan bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء
wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu as-saqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa khuliqa mimma indafiq yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma yub lis-sara'ir فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْعِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Soalan yang terakhir, soalan keempat. Sila sambung dan teruskan bacaan saya. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حلٌ بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لم يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتام العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. ما قصيرة لا